فازت هيئة تنظيم الاتصالات بالمركز الأول في جائزة التميز في الموارد البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن فئة أفضل جهة عمل لعام 2016 للقطاع الحكومي، وتسلمت الهيئة الجائزة في المنتدى 11 للموارد البشرية في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس الماضي. ولنتعرف بتفصيل أكثر عن هذه الجائزة، يسرنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة مدير إدارة الشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية بهيئة تنظيم الاتصالات السيد فيصل الجلاهمة. صباح عليك بالخير أخوي فيصل. أسعد الله صباحك أخوي، صباح المستمعين بكل خير. الله يسلمك. ما هي أهم العوامل التي ساهمت في حصول الهيئة على هذه الجائزة؟ بداية أخوي مشكورين على الاستضافة، وبغيت أنتهز الفرصة بشكل موظفين هيئة تنظيم الاتصالات، لأن طبعا هذا النجاح تحقق عن طريق التعاون الجميع وروح الفريق الواحد والأيادي البحرينية المخلصة التي سعت لتحقيق هذا التميز. أكيد. بداية يجب توضيحنا رحلة النجاح بدأت تفكير بها في سنة 2012 عندما ارتأت الهيئة أن الاستثمار في الكوادر البحرينية الشابة هو مفتاح النجاح. طبعا في ذاك الوقت كانت نسبة الخبرات الأجنبية في هيئة تصل إلى 35% ممن يشغلون مناصب إدارية والغير إدارية، وذلك بسبب شح الخبرات في المملكة، حيث التخصص كان يعتبر جديد على مملكة البحرين. وعليه وضعت الهيئة خطة استراتيجية لمدة 3 سنوات تقوم من خلالها بتأهيل كوادر بحرينية لشغل المناصب القيادية والحصول على الخبرات اللي تأهلهم ليكونون من صناع القرار في قطاع هام وأساسي في تنمية المملكة، وبالإضافة إلى صنع بيئة عمل مناسبة لحوكبة الموظفين. بناء على هذا الشيء أخوي اليوم تفتخر الهيئة بوجود 90% من الكوادر البحرينية المؤهلة ومتخصصة، ومنها بنسبة 40% من النساء البحرينيات مقابل 10% من الأجانب اللي يشتغلون مناصب استشارية فقط، في حين أن 100% من المناصب القيادية اليوم يشغلها بحرينيين. وعلى هذا الأساس وجب التذكير أن الهيئة حصلت على العديد من الجوائز التقديرية على مستوى الإقليمي والدولي، حيث حصلت على جائزة أفضل جهة تنظيمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى 5 سنوات متتالية، هذا بالإضافة على الإشادات والجوائز والمؤشرات الدولية التي حصلت عليها من جهات تهاوزنها في قطاع الاتصالات الدولي، ومنها على سبيل المثال الاتحاد الدولي للاتصالات تابع للأمم المتحدة. وباختصار أخوي هذه هي العوامل التي أدت إلى حصول الهيئة على هذه الجائزة. جميل، طبعا احنا اكيد نفتخر ونبارك لجميع الموظفين عندكم بالحصول على هذه الجائزة والجوائز الأخرى أيضا. ماذا يضيف يعني هذا الفوز تحديدا للهيئة؟ طبعا أخوي هذا الفوز هو بالتأكيد ثمرة جهود الهيئة وتوثيق حق رسالتها بأن تكون جهة عمل المفضلة من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير القطاع بشكل عام، كما أنه يمثل تحدي جديد لنا لمواصلة العمل وابتكار تحقيق إنجازات جديدة بإذن الله. وعلى طبيعة الحال أخوي سياسة الهيئة هي التطوير الدائم للأداء وخلق الأفكار الجديدة لفائدة القطاع والتطوير الاقتصادي بالمملكة، والاستمرار بهذا النجاح طبعا بيساهم في تطبيق خطة الوطنية الرابعة للاتصالات اللي تم طرحها قريبا. نعم، طيب كيف ستقوم الهيئة بترجمة هذه الجائزة من ناحية تحقيق الفائدة للجهات الأخرى؟ طبعا أخوي أولا يعني نقدر نقول أن الهيئة تولي اهتمام خاص بمشاركة تجارب نجاحها مع كافة الجهات المهتمة. ففي خلال الأعوام السابقة استقبلت الهيئة عديد من الوفود من الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على المستوى المحلي لاستعراض تجاربها واستراتيجيتها، هذا بالإضافة للوفود الخارجية ومن دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمات الدولية. وتجدر الإشارة على أن الهيئة تعمل على تطبيق معايير تميز الدولي المسمى بالـ EFQM، وتسعى لتكون مثال يحتذى به على جميع الأصعدة، وهو طبعا أحد الأهداف الرئيسية في الاستراتيجية العامة للهيئة. بالإضافة الهيئة في طور العمل على إنشاء برامج تدريبية عملية تستهدف العمالة البحرينية في قطاع الاتصالات واللي بتوفر المهارات المطلوبة للقطاع في المستقبل إن شاء الله بإذن الله تعالى. في ختم هذا اللقاء أخوي فيصل بس حابين نعرف شنو هي خططكم المستقبلية لمواصلة السير على هذا المستوى المشرف. أولا نطمح إلى تحقيق إنجازات جديدة من خلال تبني أفكار ومدارات مبتكرة تصب في صالح موظفي الهيئة وتساهم في الاحتفاظ بهم، بالإضافة إلى جذب أفضل الخبرات البحرينية الواعدة في هذا المجال وتطويرهم، وطبعا بالنهاية هالشيء بيصب في صالح القطاع وخدمة المستهلك والمساعدة في بناء اقتصاد متكامل للمملكة من حيث استقطاب المستثمرين وعندك الشركات العالمية والتي سوف تعود لمصلحة المواطن، بالإضافة إلى الاستمرار بالمنافسة في المحافل الدولية والإقليمية تبادل الخبرات والتطوير في قطاع الموارد البشرية بإذن الله تعالى. إن شاء الله بارك لكم مجددا الحصول على
أفضل جهة عمل لعام 2016 للقطاع الحكومي، ونتمنى لكم مزيد من الإنجازات. شكرا لك فيصل جلاهمة. مشكورين ويعطيكم العافية على الاستضافة وعلى الجهود المبذولة من هيئة شؤون الإعلام. مشكورين أخوي، حياك الله أخوي فيصل. فيصل جلاهمة مدير إدارة شؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية بالهيئة.